التاكسي وشوفير التاكسي هاي حكايتي. وين ما بده يروح وين ما بده يجي الشوارع كلها عنده واحدة، الأحياء الطفرانة ولا الأحياء الغنية بتاعت الزناجين. ناس بيخطروا على بالك وناس ما بيخطروا. أسرع حتى ما أعمل مشكلة كبيرة. مجرم مسلح، مجرم مسلح. أخطر مهنة موجودة في الكوكب شوفير التاكسي. براءة للمرة الثانية؟ يعني إذا مجنون عادي يضلوا يهرب ويروج مخدرات؟ شيرين عبد الحق، شو اللي بدك إياه؟ لما بدك تروج لأي شيء ما توجه لي دعوة. أنت بتعرف إنه كل اللي قاعد بتسويه مش راح يخفف عنك قوبة تصنيع والتجارة والتهريب للمخدرات. بحكي لك تليفون ولقيته على الأرض وصاحبه مدعس علي، أوديها للشرطة. ممكن هالمسار تطلع مزورة. لا حبيته هالشوفير، حبيته. عرفتي عنوانه؟ جيب لي اياه. كثير معرض السيارات اللي بالزرقاء واجهه لغسيل الاموال. بدي العنوان واسم المالك والدليل. قزاز قزاز مكسور شبه السكر الفاضي. اذا بتعرف، اذا حد بيعرف قصه الشنطه بقص خبرك. ضلك اعمل فيديوهات عن جماعه المخدرات، خليها تنفع. ولا شو هاي؟ المهم طلع نصيبي من الميراث 70,000. 70 كم؟ 70,000، وبده يرجع لي اياهم. لا 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 سيدي القاضي، انا ما بطلع مجنون. شكرا. اللي وراك اليمين لابسه بيج، شيرين عبد الحق. خليت وجهها خرجت الوطن العربي. بعتها يا رب الصحفيه اللي قلت ادبها امبارح بالحفل. شيرين انا معاي موافقه من القياده بدي اصور. يا ستي ما عندي وقت. المهربين قربوا يوصلوا من الحدود. كان احلى خبر بحياتي لما قالي خلدون انه بدك ترتبط فيه. كان اصعب قرار اني اخده، اني رفضت. شو هاي الشنطه اللي جبتها معك؟ هاي للزلمه اللي عملت انا وياه الحادث. معقول انت بتدخل شنطة على البيت بدون ما تعرف شو فيها؟ وين راحوا؟ نفسي أعرف على شو بتدور. المصاري على الدولارات اللي كانوا هون. دولارات شو؟ مصاري شو؟ أنا كنت شو؟ تحلم. دالي خلص بكفي، يطلع من راسي مش ناقص. إحنا أحياناً بنستورد بضاعة عن طريق الحدود الشمالية. أنا كل اللي بدي إياه منك تسهل لنا الأمور بس. باصي مرفوع عندي كرام. حب علي؟ تعرضت لسرقة عادل، سرقوا لي كيلوتي. شكله في واحد صفر. وأكر غسيل أموال جديد. تبيع؟ وين؟ على اليوتيوب. وبعدين زي ما بدك نصر. أخطر تاجر مخدرات في المنطقة. بدي أبطل. 150 دينار هذول قلة قيمة ومهانة، بديش إياها. وأنا ببطلك ولا يهمك، اعتبر حالك من هلا. في عملية مداهمة للمكافحة بكرة الفجر وبدي نشارك فيها. معلم مكافحة من 10 سنين وجاي كل شيء تغير، حتى قواعد الاشتباه. تجار المخدرات المهربين صاروا يستأجروا ميليشيات مسلحة. قديش في ضابط على الحدود؟ وشو أسمائهم؟ شو رتبهم؟ أنا ما صارش معي حد قبل أسبوع. أنت لازم تشوف دكتور نفسي، أحلامك زادت عن حدها. خليتيني مجنون. وعشان شو؟ عشان شوية مصاري. كبرت عينها شفت نهارها. الشوفير أجير التاكسي صار خلال سنة واحدة بس صاحب مكتب تكاسي. معاه 1,000,000 و2,000,000 و3,000، ما هو حرامي بيسرق لي كل يوم. بس ما كفلك لأنه بيعرف إنه عنده الأكل والشراب لا يفطر. بدي بنتي. بابا بدي اشوفها ولا ان شاء الله. ولا بتفسر لي اي حلم من احلامك. حاضر. لا الي ولا لغير. اثناء عمليه المطارده تم تبادل اطلاق النار. اثناء تبادل اطلاق النار المجرم اطلق النار على الشرطه فكسر الزجاج الخلفي. سلها. انت كنت تحلم.